أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من 60 دقيقة ثلث أو 60 دقيقة حقيقة. توقفنا في الجزء الأول بلقائنا للبحث عن الحقيقة الصامت عنها سيد وزير الشباب والرياضة السابق سيد علي البيب ومدير العام للجمارك كذلك الأسبق سيد علي البيب عند الكثير من الحقائق، قلت الصامت لمدة 20 سنة. تحدث خلال الجزء الأول عن عديد من النقاط، في هذا الجزء الثاني سنتحدث كذلك عن نقاط أخرى وعن ردود أفعال وصلت البرنامج ووصلتني شخصيا بعد نهاية الحلقة الأولى، فيها الكثير أو هناك الكثير من النقاط الخطيرة رافقتك السيد الوزير خلال تلك المرحلة. ومن عادة المسؤولين لما يديروا مذكراتهم يتكلموا بالذاتية ولا يتحدثون عن الكثير من النقاط التي عايشوها وكانت بالنسبة لهم سلبية. هل تسمح لنا اليوم أن نتطرق إلى هذه النقاط التي وصلتني بعد نهاية العدد الأول؟ هناك اتهامات لسيادتكم رافقتكم خلال تلك المرحلة. تفضل. موافق؟ لا أخشى شيء. إذن مرحبا بك معنا مرة أخرى سيد الوزير. أهلا وسهلا. أبدأ معك في قطاع الجمارك التي كنت تشرف عليه. تحدثت أنك حاربت الفساد آنذاك وحاربت رجال الأعمال وكنت من مفجري قضية شكيب خليل وقضية الخليفة وقضايا أخرى تمت على مستوى الحدود الجوية والحدود البرية، لكن كانت هناك قضية فساد أخرى تورط فيها مسؤول في الجمارك إطار سامي، كان في ولاية فيها الدخلات والخرجات، كان يفتح المجال لبعض رجال أعمال وكان يتلقى رشاوى حسب التقرير الذي وصل إلى مكتبكم. عندما وصل التقرير إلى مكتبكم بالأدلة حولتم هذا الإطار كعقوبة له، ولكن خلال ساعات وصلكم اتصال هاتفي وبمجرد وضع السماعة عدتم الإطار إلى منصبه أو إلى الولاية التي كان يعمل بها. هل يستطيع اليوم سيد الوزير أن يقول كان أو أعاد هذا الشخص بالتليفون؟ لا، هي مش عارف من جبت هالمعلومة. أنا سيد الوزير ما نقولكش منين جبتها، مش لأنه سر كبير، ولكن في نهاية العدد السابق تصلوا ناس كانوا في قطاعكم آنذاك ويعرفوا ربما امتعضوا من تلك القضية واتصلوا وإحنا تعاملنا نقلنا وعدتهم أني ننقل هذه القضية. هي القصة كان من القصة كان يعني تقريبا يعني ما أتى إليكم من يعني معلومة، فكان إطار مستوى عالي يعني سامي في منطقة من المناطق الشمالية ومنطقة حساسة جدا جدا ليومنا هذا، فقام بأخطاء معينة فحول تأديبا. هي مجلس التأديب أو الانضباط كان يأخذ بعض القرارات مثل هذا لما يوزن نوعا ما، وكان الموافقة تاع المدير. أنت كمدير عام لديك، هل أنت من حركت القضية مجلس التأديب وأنت أعطيت الموافقة؟ أنا اللي حركت القضية وأنا اللي يعني أدبت هذا العون هذا والإطار. أدبته لساعات فقط سيد الوزير. فتم اتصال بي وأنا كان نادرا ما يكون اتصال من مسؤول كبير جدا في رئاسة الجمهورية، فطلب مني تعطفا لأسرة وأطفال وأولاد هذا الشخص أن نقربوا للعائلة، هذه هي الفكرة، ليست حاجة أكثر من هذا. فقلت له هذا لا يحتاج أن نتعاطف معه لأنه قام بالخطأ أو الخروقات الفلانية،
قال لي والله غير انا رحت للمنطقه يعني من نظن ما سقط راسه هو. قال لي العائله طلبوا مني يعني شويه نتعاطف معاه، فهاني طالت منك هذا. ارجعته بجوار عائلته وقرب عائلته، ولكن في المكتبة الجهوية ليس في المصلحة الحساسة اللي كان يشرف عليها، وأنا لست نادم لحد الآن. وهذه موش تدخل لمصالح ما ولا هذا، يعني الإنسان كي تكون عنده عائلة يفهم هذه الأشياء. يعني رجعتوا للولاية فقط، ما رجعتوش المنصب دياله أبدا. وين كان يأكل فيه ما رجعتوش، وين كان دار أخطاء ما رجعش. ولكن بلغني أن من بعد رجع لنفس المصلحة سنوات من بعد. نفس الهاتف لنفس المكتب؟ لا أدري. تم الاتصال به ورجع؟ هذه ما نجيبش. ممكن بعد ما رحت أنت، ممكن تقييم الإدارة آنذاك شافوا بلي لازم يرجع، ممكن جوز فترة وقالوا خلاص كافى يعني من العقوبة، رجعوه للمنصب اللي كان في الأصل فيه. أنا لم تقنعني بتقييم الإدارة هذا، لأنه تقييم الإدارة كان تقييمه قبل ما يجيك الاتصال من رئاسة الجمهورية، من المسؤول هذا، ربما نفس المسؤول هو من اتصل وأعاد هذا الشخص. هذه لا أدري. نعم، وأنا ما عنديش تنصت يعني. إذا حتى نخرج من قطاع الجمارك الذي كنت الشريف عليه، الأسماء التي رفعتها في 2001 في ذلك التقرير الشهير والذي قطع رقبتك بعده، تلك الأسماء التي رفعتها إلى رئاسة الجمهورية أنها خلال فترة العشرية السوداء كانت تستعمل أو تستغل الحالة الأمنية حتى تكسب الملايير وتهرب الأموال، أين وجدتها بعد دخولك لبيتك؟ وجدت الناس هذو. نعم، أين وجدتهم؟ يعني في المسؤوليات وعلى رأس الفورم وعلى رأس نفس الأسماء نفس يعني، حتى على رأس أحزاب تارة، فصبحوا عندهم نفوذ أكثر وأكثر، وصبحوا لما يتنقلوا الولايات يتم استقبالهم أكثر من وزير. هل ندمت على ذلك التقرير؟ نعم. هل ندمت على ذلك التقرير؟ أنا والله فخور جدا اللي قمت بهذاك الواجب البسيط لي في حد مسؤوليتي، يعني كان مسؤوليات أخرى. نعم. اللي لازم تحمي كل المسؤوليات بعضها لتكون نتيجة جيدة. فصبت روحي في ذاك الوقت يعني وحيد، ما كانش فيها يعني مساعدات لكي نكبح هذا المشكل هذا اللي طرحته بمذكرة. دخلت لبيتك وهما تفرعوا وتفرعنوا. هي الآن افتح التلفزة وتشوف هذه الأشياء، يعني نظن من 2008 هكذاك فما فوق، وخاصة في 2012. أنا دو السؤال اللي حبيت نطرحه سيد الوزير، هل هي نفس الأسماء التي كنت ترى معاملتهم ورفعت مذكرة لرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة آنذاك؟ تقريبا نفس الأسماء. تقريبا نفس الأسماء. هي من هل هم، حتى نكون واضحين، هم نفس الأسماء الموجودين الآن في السجون؟ لا، في السجون بتهم قضايا فساد. البعض منهم موجودين ولكن الآن ما همش موجودين في المحيط الاقتصادي. لا، نتكلم على موجودين في قضايا الفساد، هما نفسهم هم موجودين، يعني نفس الناس. يعني هذا الأمر لماذا طرحته؟ لأنه حبيت نعرف أنه هناك من كان يستغل حتى الظروف الأمنية حتى على رقاب الجزائريين. أضع هنا إطار في هذا الأمر. سيد الوزير، قلت لك الكثير من الاتصالات وردتني بعد نهاية العدد الأول. هذا أمر عادي نظن. أمر عادي جدا، ولكن هناك اتهامات وصلت، وأنا استأذنت منك أنك تفتح قلبنا، تفتح قلبك عفوا لنا حتى تقبل الأسئلة اللي حنطرحها لك. قضية علي يدير، من هو علي يدير الذي كان في الجي آنذاك؟ وهذه اتصلوا بك عليها؟ نعم، تدخلت
واش دخل هذه في اشياء اخرى وفي وتواصلت لما كنت وزيرا للرياضه شباب ورياضه نداك توسطت لعنصر او لامير نداك في الجيه من اجل الدخول الى الجزائر بعدما هرب منه هرب من الجزائر. هل انت مستعد للحديث عن هذه القضيه؟ مشكل، لان هذا الشاب انا يعني تعاطف معه، نحبه كثير لانه كان رياضي عندي لما كنت انا رئيس اتحاديه، وكان بطل كبير، بطل البحر الابيض المتوسط، بطل عربي، بطل افريقي، بطل الجزائر. نعم. فكان انا كنت مفتخر به، يعني تقريبا كل ميداليات هو وبعض الاخوان والاخوات منهم سواكري كانوا هذول يجيبوا لي الميداليات. فمن الناس اللي حتى كي تزوج العرس الاتحادية اللي قامت به. فأنا ضد الطريق اللي خداها بعد يعني البطولات إلى آخره، أصبح عضو في الجماعات الإسلامية المسلحة جية، و أنا شعر نقول ترقى إلى شيف جية في منطقة تيزي وزو، ولكن كان انفصل من الرياضة وانفصل من الناس اللي كانوا مسؤولين عليه. ذات يوم أنا ما كنتش وزير، كنت خرجت في الفترة وين كنت خرجت كنت مرتاح، كان دخل بوتفليقة للسلطة، كنت مازال ما تعينش أنا. فجاءني رئيس الاتحادية آنذاك قال لي اتصل بنا هذا الرياضي المعروف من لندن وطالب ان يتم الاتصال بك يتكلم معك. قلت له لماذا يتصل بي؟ هذا واخذ طريق لي انا ما يناسبني، ما يناسب الجزائر، وما انا ماناش فرحانين به قد ما كنا فاخورين به من قبل، قد ما ربما يعني توسط لك لانه كنت كذلك مع محسوب الاسلاميين انذاك. لا ماشي فيها، لا هذا خطا وغلط. ف قلت لهم خلوني نفكر. لما جاوا لي المنزل قلت لهم خلوني نفكر على الاقل يوم أو يومين ورجعوا. فانا قمت باتصال على مستوى عالي في السلطه، فقيل لي من طرف المسؤول هذا العالي ان احنا في طريق المصالحه الوطنيه، وكان القانون المصالحه معروف. قال لي احنا نحبذ ان الناس مثل هادو يرجعوا لصفوف الوطن والشعب. فقلت له اذا مسموح ان نتكلم معاه ونجلبه يعني؟ قال لي احسن ما تفعل. فلما رجع لي رئيس الاتحاديه قلت له قل له يتصل بي واعطيه الهاتف، اعطيه كل الهواتف يعني القار والنقال الى اخره. فاتصل بي هو ينادي لي شيخ، يعني احنا هكذا نتكلم اكيد في الرياضه نقولوا شيخ. نعم. قال لي شيخ راني فرحان اللي تكلمت معك هذه سنوات، واسمح لي وشوف انا الطريق اللي خديت. تكلم بندامه وحسيت عمق الاخلاص، وقال لي عندي اطفال صغار الان ومانيش حاب يعيشوا في لندن، لان مقتنع ان التربيه هنا ممكن ينحرفوا، فبودي أن أرجع إلى الجزائر. وأنا لم أقتل شخص ولو كنت على رأس، لم يعني أتي بالأذى إلى شخص. إذا نظن مع القانون المصالحة ممكن يعني. قلت له سأتصل بالسلطات، وأنا كنت اتصلت سأتصل وعاود اتصل بي غدا أو بعد غد. فتم الحوار، والسلطة هنا في الجزائر طلبت مني أن أبعثه إلى عقيد في السفارة، فتم الجزائرية في عطوني الاسم تاع العقيد. قلت له تروح سيب عندك موعد العقيد هذا وعنده الاسم ديالك وسيتم. انا ذاك كان عقيد وبعد ترقى الى لواء وخرج. انا لا اعرفه. نعم. لا اعرفه شخصيا. فاعطيت له الاسم تاع العقيد المحترم هذا، قلت له روح اتصل اكتب الاسم عنده هو يدير كل الاجراءات القانونيه والقضائيه والاداريه وتدخل الجزائر وتمتني الاجراءات هنا في الجزائر، وان شاء الله تصبح مع كل فئات وشرائح الشعب كما كل الناس. قال لي والله
كل ما نصلي أكبر دعاء ممكن هذا هو. قلت له إن شاء الله تكون الأمور عادية، قلت له وكل ما تحب تصل بي أو لا تعطي. قال لي لأنني خايف والثقة الوحيدة فيك. والله غير هكذا قال لي. قلت له ثق، لأن أنا السلطات اللي تكلمت معها. قلت له ماذا أو كي بني؟ وقال لي نثق فيك، إذا ما لازمش يدخل خلو قال لي لا لا يردوا، ولكن إذا شايفين الخير في هذا الرجوع فلنسعى. فكان يتصل بي يقول لي، وفرح كثير العقيد هذا، قال لي قمة العقيد هذا، قال لي مستواه العلمي ما شاء الله، قال لي حتى مرة خرجني وخلص لي غداء في لندن. فلما رجع لم يتصل بي، وكان يعني محجوز نظن ليلا ليلة واحدة عند الجهاز القضائي، وصباحا يعني قاموا بالإجراءات العادية وأصبح حر طليق وهو مع عائلته في تيزي وزو، وعايش يعني لا بأس به، وحتى في الحزام الأسود صعد إلى المرتبة السادسة وهي مرتبة عليا، وأصبح لا بأس به يعني. وكان جالي المنزل زوج مرات ولا ثلاثة، قال لي أكبر ندامة لما خديت هذيك الطريق الفرعي اللي كنت فيه لأشهر أو سنوات لا أدري يعني. نعم. لماذا ذكرنا هذه القضية؟ لأنه هو رياضي معروف، وقيل الكثير عنه في تلك الفترة في خلال تلك العشرية. ثم احنا الحمد لله الناس اللي عاودت ولات الرشدة الحمد لله. إذا سيد الوزير سخرت طائرة عسكرية نقلت الصحفيين من العاصمة إلى بجاية، ونقل جثمان الفقيد على متن الطائرة، وتنقل الصحفيين وعائلة المرحوم وأصدقائه على نفس الطائرة. يقال أنه الوزير أنذاك في 10 دقائق سوى هذه الوضعية، رغم كل ما كان يقال أنذاك، وحتى ركبوا في الطائرة من كانوا معارضين للسلطان ذاك. كيف حدثت قضية سعيد مقبل؟ هي في الحصة الأولى قلت لك بلي أنا أخذت صحافي من لوماتا، هو في الأصل يعني من خريجي المعهد العالي للرياضة. نعم. أخذته في الديوان. نعم. جاءني يوم اغتيال هذا المدير وقال لي فيه مشكل هذا رحمه الله، وكان حبوا يعني يدفن في مسقط رأسه في بجاية. نعم. وإحنا ما عندناش يعني الأموال لنسخر طائرة لهذا الغرض. فقلت له أعطيني وقت، واتصلت يعني بوزارة الدفاع الوطني في على مستوى، قلت لهم هما مدايرين دعاية كبيرة أن الدولة هي اللي اغتالت هذا الصحفي. نعم. وهي خطأ. نعم. فقلت لهم أنا نطلب منكم توفرونا إذا أمكن. نعم. طائرة لأخذ صحفيين والعائلة إلى آخره مع هذا الجثة. نعم. لولاية بجاية قصد دفنها هناك. فالجواب كان إيجابي، فسخروا طائرة لمدير لوماتا، ذهبت بالناس الذين أرادوا أن يحضروا في الجنازة، ورجعت تقريب ليلا نظن في نفس اليوم. وهذا كان واجب، والسلطة تحمي كل الناس، حتى اللي ينحرف عن الاستقامة السلطة أو تيار السلطة فلازم أن تحميه داخل الوطن وخارج الوطن. يقال أنه سيد وزير كانت لك علاقات قوية مع جهات نافذة في السلطة في النظام الجزائري آنذاك، ولكن هذه الجهات النافذة لم تستطع حماية الوزير بعدما قرر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إنهاء مهامه بعد ما اضطرت صداع الراس ديالك على رئاسة الجمهورية آنذاك. هل تخلت عنك هذه الجهات؟ هل ربما أنت كذلك جبت لهم صداع الراس كثير؟ شوف هنا راك جاوبت،
أنا ما عنديش علاقات خاصة أو علاقات عائلية مع ناس نافذين في السلطة، فكنت ممكن علاقات وظيفية لأن كنت وزير وكنت مدير عام الجمارك. ليس كل وزراء وليس كل مدراء العام الجمارك عندهم علاقات مع ممكن تلك الجهات النافذة. لا ممكن يعني كانت اجتماعات تجمعنا، ممكن يعني مأدوبات عشاء مع الوفود والرئاسة. ممكن مشيت انت مع هذه الجهات في قضية شكيب خليل ومشيت معهم في قضية هذه التماسك والتناغم والانسجام في الدولة اللي يجعل أن يكون هذا الاتصال قوي لحماية الوطن والمواطنين والدولة وحدودها. فليفهم المهمة لابد أن يكون في انسجام دائم وكامل، وهذا شرف لي. وليفهمنا يفهم أنه نتحدث عن جهة آنذاك كانت صراع ظهر للعلن بعدها، وانت كنت ماشي مع الجهة، والجهة هذيك في 2001 انتهت مهمة الوزير، أو 2002 لا 2006 2006 هي. انتهت مهمة الوزير، ولكن واحد محمى الوزير أنذاك بعدها. عندنا هذه المكاتب يعني، ولكن أنا فخور بما قمت به. نعم. ولا يعني ما راكش ندم ولا أندم على شيء. فهذه الأشياء تصرع في المسؤوليات. نعم. انتهاء المهام وبداية مهام أخرى، فهمت؟ نعم. يعني سيد الوزير، من بين الأمور التي ربما أسمح لنفسي لكي أطرحها لسيادتك، أنه اليوم من خلال العدد الأول والعدد الثاني هناك تلميحات لانتقاداتك لفترة من حكم الجزائر، ولكن لما نروح ونشوفوا إلى البالماريس تاع سيد الوزير نلقاوه أنه كان من بين 7 أشخاص المقربين من الرئيس رحيل عبد العزيز بوتفليقة. 98 يعني انت ساندته. بعدين اليوم ننتقدوه بعد ما توفى ربي يرحمه. هل تستطيع ربما او استطيع انا اطرح او اعتقد او اشك انك الان تنقلب على من كنت مقرب منه؟ لا، هي ماهوش انقلاب، لأن أنا في 2006 أنهيت المهام، انتهت العلاقة. وأنا كنت تقريبا سعيد بالسنوات هذيك الأولى تاع الرئيس، وهذيك هي السنوات اللي سنتها، وهذيك هي اللي كانت امتداد للبرنامج اللي طرحه للشعب، وهذيك هي اللي كانت يعني توري أن الخطاب كان حقيقي وكان متكيف مع الشعب آنذاك. ولكن لاحظت وإحنا نمشي في السنوات أن كانت فيه أخطاء وانزلاقات ومحسوبية اللي كان يندد بها والجهوية، لأن نرى أن في بين 2001 و 2006 من الأخطاء هو كانت أحسن فترة للرئيس الفارط وما نجموش ننتقدوا فيه، ولكن كانت أشياء كانوا عندهم موقع نظن تغلب على الوطن ككل أو على المناطق الأخرى، فهذه كانت من ضمن الأخطاء. فكان لابد أن تكون أناس تنبه الرئيس في هذا ولم ينتبه، فأنا أقسم الفترة تاع الرئيس على 3 أقسام تقريبا 3 سبتونا. كان 7 سنين الأولى اللي كانت جيدة، كانت إنجازات وكانت يعني أشياء جميلة. كاين الفترة الثانية وين البترول صعد إلى 140، المداخيل كانت ما شاء الله. في هذيك الفترة كان لابد علينا أن ننمي البلاد، أن نخرج من المأزق اللي كنا فيها. فعكس أن ننمي البلاد دخلوا الكثير من رؤوس أموال فاسدة ورجال أعمال وأخذوا كل تلك الأموال أو نسبة عالية. هما اللي كانوا في المذكرة ديالك؟ هما اللي كانوا في المذكرة، أنا نبهت. فهاد الناس أصبحوا هما السلطة، فأصبحت منظومة ارتشائية موجودة. نعم. في الدوزيام سبتونا. وكاين الفترة الثالثة
التروازيام سانتونا السباعية الثالثة ومش عارف كيش نترجمها. التروازيام سانتونا كان شلل الرئيس، ما بقاش رئيس ولا الرئيس امبوتون، ما كانش يفكر، ما كانش ينجم يعني يعني تداعيا تداعيات المرض. نعم. فأصبح مستشاره الخاص هو لي يعني يسير الأمور الدولة، فهذا خطأ. نعم. فقط سيد الوزير، في تلك الفترة أنت كنت في 2001 بلاد. نعم ياسين. إذن ياسين يريد تدخل معنا الغراق. مانيش دخلت مباشرة ياسين، تفضل. مساء الخير بلال، مساء الخير معالي الوزير. حبيت نسقسيه برك، هل حقا لما خرجت الصورة تاعو في ما عنديش السنة في إحدى الجرائد، الوالدة تاعو نظن حتى واسمه جدو قالوا له يا سيد علي أخطيك من السياسة؟ هي الحقيقة أن في وقت ما طلب مني وأنا رئيس اللجنة الأولمبية أن نندد بالعنف والإرهاب إلى آخره، فقلت لهم أهلا وسهلا، ولو لسنا بسياسيين كمجلس مش كأشخاص، كل شخص يعني مناضل في حزب ما وفي أشياء، فقلت لهم أنا موافق معكم وسنقوم بهذا المأمورية، وطرحنا هذا البيان للجنة الأولمبية وندتنا بالإرهاب وبالعنف هذاك. فتقريب كل الصحف دارت في الصفحة الأولى صورة رئيس اللجنة الأولمبية. فأول من اتصل به هو جدي رحمه الله، هو كان في البي بي في الامتيال دي وفي الافافاس في المعارضة. قال لي انت ما راك مجنون ولا كيف الصورة ديالك هذه؟ يسموها لا سيبل، هام يوريو للناس باش يتيريو عليك انت. والام الله يرحمها عمرها ما قبلت من اليوم الاول اللي حتى وفاتها بالمسؤوليات هذه السياسية، يعني المسؤوليات الكبرى. قالت لي هذه تقلق اكثر من اللي يعني الانسان ترتحو. اذا راهو جاوبك ياسين او الغراق. نعم. اذا توقفنا، كان عندي واحد سؤال قبل ما يدخل الغراق. قلت انت في تلك الفتره كنت القائمه كنت اول من اكتشفها، كانوا يهربوا في الاموال. بعدين في 2006 2007 بديت تشوف من انهيت مهامك لقضيه في قضيه ما يعرف بقضيه شاكيب خليل وولد قدور هذاك، أنهيت مهامك، دخلت لبيتك. بعد سنة وسنتين شفت أنه تلك القائمة اللي قدمتها للرئيس راحل آنذاك في 2001 تحذروا منها أنهم يهربوا الأموال، أصبحت الآن تسيطر على المال والأعمال في الجزائر دوالي بالسلطة. لماذا صمتت سيد الوزير؟ هل كنت خائفا من السلطة آنذاك أنه تعاقبك أكثر مما عاقبتك؟ أنا كنت خارج نطاق التغطية، حتى لو نتكلم واحد ما يسمعني، فهمت؟ نفس الناس كانوا طلبوا عدة مرات لقاء مع مسؤول جمارك اللي هو أنا. نعم. أبدا مرة ما قبلت، مرة واحدة لما كنت على رأس الجمارك. الجمارك كل الناس هذو. مرة واحدة استقبلت رئيس الفوروم تاع بعدها ولا رئيس الفورم؟ إيه بعدها. ما كانش فورم. لا بعدها فورم. بعدها أصبح يعني نقول باش إنسان يعرف من استقبلته، كانت عنده رخصة من طرف لاندي هذيك باش يجيب. هذه في أي سنة؟ معدات عندنا بالك 2004 هكذا 2003. نعم. باش يجيب معدات كثيرة، كان عنده ورشة علي حداد. إيه كانت عنده ورشة كبيرة، يعني احنا نحترم الناس ودابيا ما نهضرش الاسماء. نعم. يعني نهضر الافعال. فطلب عدة مرات موعد ولم اقبل، انا عمري ما استقبلت هذا رجال الاعمال. كنا احنا نطلبوا لهم يروحوا المديريات الفرعيه والمديريات المعنيه بمشاكلهم. نعم. قال المدير العام لماذا يستقبلك؟ اذا واحد منهم قال لهم الرئيس يستقبلنا وهذا ما يستقبلناش.
لازم ينحيوا هذا السيد هذا. فمرة استقبلته لأن كانوا زوج مسؤولين أصدقاء قالوا لي ها يشتكي لأن عنده ورشة مش عارف وين هكذاك في الجنوب نظن ورشة كبيرة. فاستقبلها لأن الجمارك وقفت له العتاد هذاك لأن عوض يجيب القائمة على العتاد جاب عتاد آخر زيادة على القائمة المقبولة. فالعتاد الآخر كانوا سيارات من نوع كات كات غالية الثمن. لما شفت الملف مع المدير المعني هو موجود حاليا ما خداش حتى التقاعد نظن قال لي هذا ممنوع عليه غير مقبول أن يجيب عتاد أخرى وخاصة هادو تاع الدفع الرباعي. فرفضوا له الدخول تلك السيارات. بعد لقائك معك فتحت له المجال أن يجيبهم؟ أبدا أنا خديت موقف المدير ولو جاء بأصدقاء مسؤولين كبار لا داعي لذكر الأسماء. فقلت له يا أخي القانون يمنعك نعم بدخول بهذا العتاد يعني الإضافي. رفضت الطلب دياله كان مرفوع وبقيت على القانون بقيت على ووبخة وكانت غرامة وخرج هذوك السيارات سمحت له يعني الإدارة باش يرجعهم للمنشأ ديالهم من جابهم. سؤالي كان لماذا لم تتحدث في 2007 و2008 و2009 ورغم أنه كانت عندك هذه المذكرة حتى تم تسريبها في 2021؟ هذه والله ما عرفت من سربها. أنا شفتها في شروق ونسيتها أنا أصلا. ولكن أنا قلت هذا الناس هم حبسوا المهمة أنا نبقى نستكلف بالعائلة وهذا هذا يكفيني هذا عامل كبير لأن خليناهم كثير فهمت. نعم الإنسان يتفادى يعني أن يتطفل أو يعني يقولوا بلك أو يخرب لنا في البيت يعني البيت تاع السلطة. نعم إذن سيد الوزير منذ أيام رحل عنا مسؤول كروي كبير وكان على رأس مولودية الجزائر منذ أيام السيد ظريف. كانت لك معه الكثير من ربما كانت معه علاقة كانت عندك علاقة معه ولكن كانت هناك قضية لا أعتقد أنه سأذكرها وأترك الغراق هو من يتحدث عنها. يا بلال لازم نقولوا للناس باللي معالي الوزير هو مناصر لفريق مولودية الجزائر مانيش عارف إذا يقول لنا إيه ولا لا. شنوي 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 ما الصغر هذه يعني أنا مناصر كل فقدنا منذ أيام خاصة فريق الوطن الله يرحمه. ينجم يقول لنا هل صح في واحد الوقت اقترحوا كرئيس للاتحاد الجزائري لكرة القدم وهل مازال وهل اليوم صح يطالب بتسمية أحد الملاعب على اسمه؟ هذه حقيقة. أنا كان عندي اتصال دائم تقريبا يعني لأن أحترم هذا الشخص وأنا كنت في المولودية كنت لاعب في المولودية في الجيدو لاعب في المولودية من 1964 إلى مولودية نفط الجزائر. نعم فهذا من عمالقة الرياضة من رموز الرياضة والكرة كرة القدم بصفة خاصة وهو من عائلة ثورية وسهر سيد بحبيطات الله يرحمه والزهرة دريف عطى الله في عمرها وشقيق في عمرها الشقيق وهو في 93 كان منصب رئيس الاتحادية شاغر. نعم كان الأمين العام هو اللي متكفل يعني بالاتحادية بإدارة الاتحادية فكان لابد علينا نقوم بانتخابات. نعم فأنا طلبت من سيد دريف أن يقدم الترشح لرئاسة الاتحادية فرحب بالفكرة وتلقينا ثلاث مرات أربعة قصد أن يترشح ويفوز بإذن الله لمعية الأندية والرابطات. ولكن آخر لحظة يعني تقريب أيام قبل ما نغلق الترشحات
اتصل بي هاتفيا قال لي غير ممكن أن أكون مترشح على رأس الاتحادية ولكن أبقى معكم كنائب رئيس. قلت له لماذا؟ قال لي عندي واحد الأشغال في المغرب أظن في كازابلانكا، مشاكل يعني لا بد علي أن نغيب يوم الجمعية العامة. فأخلفناه، طالبنا من عيسوي أن يتقدم بالترشح وفاز بالانتخابات، وكان هذا ظريف نائبا لعيسوي نائب رئيس الاتحادية. الاتحادية نعم. أنت تطالب الآن بتسمية ملعب باسم، نعم يستاهل أن نسمي ملعبا كبيرا باسمه، وخاصة هذا لتكرم رئيس الجمهورية بإعطائه تسييرا أظن لمولودية الجزائر، هو الدويرة. نعم يحب هذا، ولو أنا وسع القائمة لحناشي محمد شريف. نعم. حناشي في تيزي وزو. نعم. كانت لك حوادث كثيره كذلك مع رئيس شبيبه القبائل السابق المرحوم الراحل السيد او سي محمد حناشي، بين الامور اللي كانت بيناتكم كانت واحد الشد والجذب، تقدر تحكي لنا عليهم في الوزو. لا، حناشي بدا تقريبا، هو بدا في شبيبه القبائل وانا بديت قبل منه بثلاث شهور ربعة على رأس الوزارة. نعم. إذن كان تنسيق جميل. وكنت أساعده كثير، يعني منطقة حساسة إلى آخره. فكان يأتي بكثرة وما كانش الأموال، يعني الواحد يظهر الحقيقة، فساعدناه الكثير. أنا أتذكر قصة جميلة جدا إذا كان تسمح لي. تفضل. في يوم من الأيام، نظرا لندرة الموارد المالية، كان شبيبة القبائل رفضت أن تذهب لرواندا ولا لا أدري، يعني ما لا أتذكر، باش تلعب مباراة هناك، قصد يعني نيل كأس الأندية، كأس إفريقيا الأندية. نعم. فما كانوش الأموال، إذا ما عندهم باش يشيروا التذاكر. الرئيس النادي صرح اللاعبين وقال احنا نديروا فورفي، ما نروحوش يعني لتلك البلد. فاحتراما للوزارة يعني بلغنا، وإحنا ما كانش عندنا أموال لنتكفل بالموضوع. اتصل بي رئيس الجمهورية آنذاك، رئيس دولة، قال لي لابد أن الشبيبة، هو قراها في الصحافة ولا جات المذكرة، كان السي لاميزر الرئيس، قال لي لازم شبيبة القبائل تلعب المباراة وتلتحق بال، اتصل بك اليمين زروال انا ذاك هو شخصيا، وانا وزير ولم يعني اسعى لاي شيء. قلت له نظن عندهم مشكل اموال. قال لي شوف ابحث لي ماذا وشوف. اتصلت بالرئيس، جاء عندي قال لي الطائره، لازم تكون عندنا طائره باش نلحق هذا الملعب الموجود في افريقيا، ادغال افريقيا، في ادغال افريقيا. فعاود اتصلت برئاسه الجمهوريه، والرئيس اهداهم إذا صح هذا المصطلح طائرة خاصة للذهاب والإياب، ولعبوا المباراة وربحوا يعني، وانتقلوا إلى المرحلة الأخرى. يعني رئيس الأسبق اليمين زروال ربي يطول في عمره هو من، هو من تدخل شخصيا في قضية، هو اللي سخر الطائرة وأعطى لي الطائرة، قال لي قل لهم. نعم. يتفضلوا. نعم. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. شفنا في المدرجات تاع نهائي الشان سيد علي لبيب، صح ماشي في المنصه الشرفيه، شفناه مع وليدو. اسكو بعثوا له انفيتاسيون ولا شرا تيكي ولا كيفاش دار؟ والله عندي انا طفل صغير شويه يلعب كره القدم في اكاديميه من الاكاديميات، شوف الح عليا تقريبا 15 يوم، قال لي نطلب منك زوج حوايج والله العظيم. قال لي نشوف هاد الملعب، هاد الستاد لازم نشوفه، او يشوفه غير في التلفاز. وقال لي نشوف النهائي، لازم تديني النهائي. قلت له هاني طلبت من المسؤولين، يعني عدد من المسؤولين باش تجيني دعوه، حتى المسؤولين ما نجموش يجيبوا لي دعوه. اخر يوم جا لي قال لي لازم نشوف الستاد ونشوف النهائي. قلت له شوف انا نديك معايا ونروحوا، إذا بقوا يحترموا يعني
ان شاء الله نلحق بال. لاحظت ان كل الناس احترمونا في كل حاجز، لما عرفوني او قدمت نفسي خلوني امر بسهوله، حتى لحقت دخلت الطفل والحمد لله. دخلت المنصه الشرفيه؟ دخلت لواحد المنصه ما هيش المنصه الاولى، نظن الثالثه شرفا. واش ما في بي ولا في اي بي؟ ايه في اي بي، ولكن ما صبتش لي في اي بي. نعم هناك. اذا يا الغراق تفضل. نزيد له حاجه واحده برك، كي راح للملعب هل اليوم يشوف باللي مقارنه بالوقت اللي كان فيه هو، هل الجزائر مستعده مثلا لاحتضان كاس افريقيا 2025 ولا؟ نعم. اذا انا خليني ننشيني فقط في هذه النقطه، في وقتكم كنتم على راس وزاره الشباب والرياضه، ما يلام عنكم كذلك انكم كانت الاموال على الاقل، كانت شويه اموال انا ذاك. ما كانتش الاموال، راك تلوم فيا كثير. اسمع تظلم فيا نوعا ما. لا كانت كان شويه اموال. كان البترول 9.5، ولكن على الاقل ما كناش قادرين نبنيو ملاعب انا ذاك. لا كان غير ممكن، لابد علينا نجيب القمح ونوفر زيت. نعم. ونوفر يعني الموظفين الراتب الشهر. شحال كانت ميزانيه وزاره الشباب والرياضه هذاك؟ والله لا اتذكر، ولكن كان ضئيل. نعطيك مثلا ميزانيه اتحاديه كره القدم 3 ملايير سنتيم، ميزانيه اتحاديه الجودو كانت 6 ملايين سنتيم، 6 ملايين دينار، 600 مليون، 600 مليون سنتيم. هادو نذكرهم، ولكن مقارنه كذلك أنا ولكن دلوقتي. كان هذه التوزيع يعني الكفاح داخل مجلس الوزراء ومجلس الحكومه، هذا ما تنجم تدي، لان كاين البنايات، كاين المدارس، كاين نعم. كاين اولويات الصحه الى اخره. ف نظن فتات ياتي الى الثقافه، وهذا عادي يعني نعم. لان كانت الاموال ضئيله جدا. نعم. نوليو للسؤال تاع الغرق. السؤال تاع الاخ هو في وقتي انا وبعد وقتي حتى للسنوات الاخيره كان غير ممكن للجزائر ان تقوم بكاس افريقيا، ولكن الان اقول وعندي رايه ان الجزائر بامكانها من حيث المنشات القاعديه والملاعب والفندقه ذات الطراز العالي ممكن ان نقوم بكاس العالم. و2012 سيد الرئيس في الصيف قال للجزائر بامكانها ان تقوم بزوج كؤوس العالم، انا ذاك كان غير ممكن حتى بنصف كاس العالم. الان رئيس سابق كان ممكن نقوم به بامتياز بامتياز بامتياز، وهذا باعتراف حتى الخصوم، الخصوم في الكونفدراليه والاصدقاء اعترفوا باللي احسن شان في التاريخ. الان دائما نقعد لك اذا في قضيه الكان، كاين المغرب كذلك بوستولات باش تدخل الكان، رغم انه في منحت لها فرصه منذ اعتقد اذا عاوني الغلاق في 2015 وانسحبت بداعي الايبولا انذاك، وكما سميت انذاك بالقضيه انها تكابرت وتعالت على افريقيا والدول الإفريقية وعافت الدول الإفريقية، والآن عاود بوستولات حتى تأخذ احتضان هذه الكأس. هل تشوف باللي منطقيا يمكن لها أنه الكونفدرالية الإفريقية أنها تقدر تتجاوز النقطة السوداء، تلك النقطة السوداء التي ارتكبها المغرب أنذاك؟ هي الكونفدرالية حاضرت في الشأن، نعم ممكن حتى اليوم مازال هم هنا. نعم. لأن انبهروا بكل شيء، بالاستضافة، بالاحترام، بالإقامة، بالنقل، بالمنشآت. فنظن هذا يكون ناتو للجزائر. نعم. ولا أظن أن فيه دولة في إفريقيا ممكن ما عدا مصر وجنوب إفريقيا لتضاهي مستوى الجزائر في مثل هذه التنظيمات. وحتى جنوب افريقيا، انا رحت لجنوب افريقيا زوج مرات في مهمات، هناك كاين مشكل امني في الجزائر، ما كانش مشكل امني. هيجاز الشان ما صراش مشكل حتى صغير.
وهنا نحيي وكل يعني السلطات اللي أكيد قامت يعني خاصة كل من سهر على تأمين الملاعب وتأمين كل شيء. وشفت أنا هناك وانت شفت معي هناك شباب تاع الدرك الوطني اللي كانوا لابسين بدلات رياضية واللي كانوا واحد يزلق أو يغلط بكلمة في المنصة يرفدوه ليرتكب أي مخالفة تم يقوموا به. تحية لكل هؤلاء الشباب نسيت باش نحييهم في كثير من المناسبات اليوم واجب علينا نحييهم لأنهم أبدوا. أنا كنت أحبذ حسنا نظرا لأعرف تقنيات التنظيم في الرياضة في, نعم. في هذه يعني المهرجانات كنت أحبذ أن يكون هناك ميكستير بين الدرك اللي قام بالواجب ومشكورين والأمن الوطني. نعم الأمن الوطني لأن الأمن الوطني ولو هذيك منطقة ممكن من ضواحي العاصمة ولكن هما عن دراية وعن ولف الملعب. فيما يخص الملاعب نعم. لأن دائما هما اللي قايمين بالواجب احنا نتكلم ومشكورين احنا إن شاء الله نتكلم عليهم الأمن الوطني والدرك الوطني في كذلك إن شاء الله تنظيم كأس إفريقيا في 2025 إن شاء الله راح تكون من نصيبنا إن شاء الله إذا لم يحدث هناك كولسة على مستوى الكاف. وهذه النقطة التي سأطرحها عليك الآن هل عشت كواليس أو محاولة لوبينج في على مستوى الكونفدراليات الإفريقية أو حتى الفيفا؟ هي الكونفدراليات الإفريقية والمنظمات الدولية الرياضية بصفة عامة فيه كواليس كثيرة وفيه رشاوي كثيرة. نعم باش نهضر الحقيقة فنظن لا داعي لندخل في التفاصيل باش ما نضروش نتكلموا على وقت نتكلموا على وقت سابق وين كانت امور تفضحت يعني فحتى يعني صراو مشاكل في الفيفا وحتى في الكاف بالرئيس السابق نعم. لا اظن ان موسيبي اللي جاء بافكار جديده وبمنظومه جديده نظن الكواليس تكون ما عندهاش دور كبير تكون ولكن ما تكونش دور كبير هي الملموس الحقيقة هي اللي ظهر. تكون عندها الظاهر هو اللي يكون عنده نعم. يعني عندي بعض الأسئلة السريعة لك سيد الوزير. لو عاد بك الزمن وعرض عليك أنك تسحب تلك المذكرة التي ذكرت فيها رجال أعمال الذين أصبحوا يسيطرون على المال والأعمال في الجزائر بعد تنحية أو بعد إنهاء مهامك مقابل بقاء في مكانك يلا لا أبداً نعم لا أبداً نظن هذه دخلة في بكل موضوع يا سيد الوزير وفي المبادئ لأن يعني أحبها كثير في المسؤوليات فكان أقوم بنفس التصرف وبنفس المذكرة نعم. لو عاد بك كذلك الزمن وذلك الاتصال الهاتفي الذي جاءك وقال لك اخطينا من قضية بيرسي ويلا حبس لونكات التي كانت سبب رئيسي في إنهاء مهامك. والله إن فخور نظن هذيك ميدالية وسام في صدري لما خديت هذاك الموقف ولا أندم عليه لأن لو أندم عليه لخنت المهمة وخنت حتى الجزائر فالتنبيه أنا ذاك كان بإمكانه وبضعف قواته أن يخلق الشعلة وانتفادى بعض المشاكل اللي أتت فيما بعد لأن بيرسي هذه صبحت هي سوناتراك أنت تتذكر يعني بعد الإدانة نفس الإنسان صبح رئيس مدير عام سوناتراك وهذه كارثة كبرى يعني كان خلل يعني كنت لو قبلت بتأجيل أو إلغاء التقرير كنت قادر الآن أراك مكلبش ما أنا مش محتاجنا يعني نلغي هذاك التقرير لأن كنت قمت به بتنسيق نعم. مع مصالح الدولة وكان هناك تماسك والآن هذا التماسك وهذا التناغم والتنسيق نظن تم استرجاعه وحاليا نرى ان فيه قفزه نوعيه وقفزه كميه واستدراك
لما تأخرنا فيه كثيرا، والدليل الكبير هو الملاعب اللي دارت 15 سنة 12 سنة وما طلعتش، وصبحت في 8 شهور صبحت من أجمل الملاعب. وأنا تلاقيت بأصدقاء هكذا تناولنا قهوة، قالوا لي أنت رحت الملعب وش رأيك فيه؟ قلت لهم أنا شفت الملاعب في العالم، والله غير جمال الملعب هذا ما شاء الله، وتاع وهران شفته كذلك. نعم. يعني شيء عظيم، الصباح خمسة جوية ما يبانش مع هذا، وهذا شيء جميل للشباب والنوادي إلى آخره. نعم. إذن دائما في أسئلة سريعة، سيد الوزير كنت وزيرا ثم مديرا عاما للجمارك، وما أدراك مديرا عاما للجمارك؟ يقدر يقولنا حسابه لما أنهي أو أنهيت مهامه حساب البنكي شحال كان فيه؟ يعني أنا والله أنت تنجم دوك نبعتك تروح تشوف. وهم هل ملياردير ولا اكتفيت بالمليونير؟ والله ملياردير والله ما شفت، ما مليار والله ما شفته، والله ما لحقته وما شفته. هل عرضت عليك؟ هل عرضت عليك أنا ذاك أموال؟ هذه ما تطرحش، هذه روح طرحها للعون في الجمارك، ما تنجمش تطرحها المسؤول كبير. عون في الجمارك أسألوا هكذا تفهم إذا كان صالحك. هل طرحت عليك أموال سيد الوزير كمدير عام للجمارك؟ لا لم تطرح علي، لأن أنا مش سهل يعني في هذه الأمور، نظن الناس تكبح نفسها. مرة يعني مؤسسة من المؤسسات مع الأسف بعتوا لي إنسان، مؤسسة يعني تمشي خاصة من كبريات المؤسسات الخاصة وكانت ناجحة مليح، قال في نهاية السنة فاخترنا خمس مسؤولين في الجزائر باش نهدي لهم سيارة، سيارة صغيرة يعني 206 ولا 308 هذا ولا كيش يقولوا. نعم. فجينا باش تعطينا الاسم اللي نديروه في البطاقة الرمادية كارد غريز. قلت لهم لماذا؟ قال لك هدية هدية تاع نهاية السنة، هدية تفنضوني. قلت لهم انا ما ديروا لي، لا ما نعطيكم اسم، ما نحتاج هذه الهدية ما والو. أعطوها خيروا مسؤول سادس، الربعة اللي عطيتو لهم زيدوا مسؤول سادس وانا سحبوني، فسحبت من هذا. هذا ما كان فقط وش عرضوا عليك؟ نعم هذا وش عرضوا عليك سيد الوزير؟ هذا ما كان، لا حتى الهدايا موجودين الحال البروتوكول والكتاب اللي كانوا معي. كانت الهدية المقبولة يعني الهدايا البسيطة مثلا سيالات يعني ولو تكون جميلة إطار شباب، هذوك الهدايا تاع الهدايا تاع نهاية السنة المقبولة يعني. نعم. كاين الناس يبعثوا التمر هذو مقبولين، ولكن أكثر بقليل من هذو مش مقبولة. الآن فقط نشوفوا الغراق، بالك عنده كشما عندك فيلات ولا عندك؟ عندي واحد الحاجة في الآونة الأخيرة كانت حصل على الدرجة الثامنة في الجيدو، وهي نظن نفس درجة الرئيس الروسي واسمه بوتين. نعم. اسكو كاين منها معالي الوزير؟ هذه كاينة منها، تكلمت عليها الصحافة. فتشرفت بهذا الرتبة الثامنة في الحزام الأسود، وهي من أعلى المراتب وهي المراتب الفاخرة. هل الآن ما زلت تمارس جودو؟ مازال نمارس أنا الرياضة، نجري جودو. ندير شوية جودو وندير شوية تقوية العضلات يعني بشوية، ماهيش حاجة يعني. ماكش ترفد وتحط؟ لا خلاص دوك نعيا بالخف. ولكن مازال الرياضة، مازال أنا نحب الرياضة، نحب نحضر ونحب نمارس. نعم. أسألك سؤالين كآخر سؤالين. السؤال الأول، أنت كنت مديرا عاما للجمارك، ما رأيك الآن في تسيير الجمارك في الوقت الحالي واللي يشرف عليها سيد خالدي؟ ترفض الإجابة؟ لا يعني احتراما للناس اللي موجودين، وتفادي لتأويلات الناس يقولوا أشياء، أنا ماذا بيا ينجحوا. وهذو نعرفهم أنا كضباط كانوا معايا، وإن شاء الله أنا نتمنى لهم وأدعو أن يكون النجاح، لأن المأمورية صعبة. ولا أريد أن
أتطفل أو أتكلم في محيط سيارته. نعم. وزارة الشباب والرياضة ترفض الإجابة كذلك. نتكلم على وزارة أخرى ولا حبيت ولا على السياسة بصفة عامة واحتراما للموجودين حال المسؤولين ومحبة فيهم واحترامنا، ولكن احنا أنا موجودين هنا نساعدهم بأفكار بتجربة. أنت عملت وزيرا مع ومسؤولا مع ثلاث رؤساء لهذا أو للجزائر، مع علي كافي رحمة الله عليه، يمين زروال أطال الله في عمره، عبد العزيز بوتفليقة رحمة الله عليه. عايشت ثلاث مراحل هذوما. الآن أنت في بيتك تتابع مرحلة الرئيس عبد المجيد تبون، كيف ترى هذه المرحلة؟ هو في الحقيقة وصراحة يوم قبل بداية الحملة الانتخابية بعت لسيادة الوزير آنذاك المترشح بتأييدي، لأن لما اطلعت على البرامج وشفت الناس اللي قدموا الترشح فشفت أن أحسنهم بكثير هذا المسؤول لسيارة، وكان مسير كبير في الدولة منذ زمان ويحسن التسيير ولديه كل الكفاءات المطلوبة، وكان محبوب الجماهير، وكان كذلك ليس متحزب. فكان من واجبي أن أيده ونصارحك. غالبا لما نروح للسوق ولا نروح المقهى ولا المطعم الشباب يجوا يقولوا لي شكون اللي ماذا بك يجوز، كنت أؤيد نفس المسؤول الحالي. فبعد يعني النجاح في الانتخابات عدد منهم تلاقى لي في نفس الحي تقريبا، قالوا لي كيفاش عرفت؟ قلت لهم ما أنا ما أنا لأن كنت مؤيد هذا الإنسان أو انتصر. والشيء اللي لاحظت أن فيه استدراك للتأخير وللأخطاء وللاجتماعات اللي ما درناهاش في مدة طويلة، الآن أصبحت المواظبة والاجتماعات يعني الأساسية لتسيير البلاد موجودة يوميا وأسبوعيا وشهريا. فهذا يسمح لنا إن شاء الله أن نخرج من المأزق اللي كنا فيها سابقا. الآن الشباب يطولوا عمي تبون، وش رأيك في التسمية؟ هذه التسمية حميمية، وهو من الناس نظنه ما يحبش هذيك الفخفخة والفخاموتية كما كانوا يحبوها في العقود اللي فاتت مع الأسف. فهو في البداية نظن في أول خطاب ولا قال لا يرحم والديكم، سحب كلمة الفخامة، قال أنا هنيوني من هذه الأشياء. سيد الوزير الشباب والرياضة الأسبق سيد علي البيب، المدير العام للجمارك الأسبق سيد علي البيب، مفجر الكثير من القضايا على مستوى الجمارك، كنت ضيفا عزيزا على 60 دقيقة حقيقة لعددين، تطرقنا للكثير من المواضيع التي صمت عليها 20 سنة، ثم اليوم فتحت قلبك وتحدثت عنها. هل أنت نادم أنك تحدثت عنها أم أنك نادم أنك صمت عليها؟ لا أبدا، تشوية تهمتني زوج مرات ولا ثلاثة. أنا لم أتهمك، أنا قلت ليك قلت ليك سيد الوزير ما يقال بموضوعية، لأنه في النهاية نحوسوا على الحقيقة. أنت كصحفي ممتاز ومحترم معروف، شهادة هذه منذ زمان. وأنت ممكن على بالك هذو السوشيال ميديا ينتقدوا في بعض الحين يسبوا ويشتموا، ممكن خديت زوج ولا ثلاثة من تم، ولكن الكثير هم يشكروا. أكيد أكيد، وأنا من بين الناس اللي نعتز بمعرفتك ودوما نحب نحكي معك ونعرف نعتز بمسارك من بين مسؤولين القلائل الذين ما زلت تمشي برا وتمشي راسك في السماء ولا أحد، بالعكس الناس تحترمك. شكرا لك سيد الوزير، تمنياتي لك بالتوفيق. الجزائر ما زال محتاجاتك أكيد لخبرتك وكذلك لرزانتك. شكرا لك. الله خير. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية العدد الثاني أو الجزء الثاني من لقائنا مع سيد الوزير سيد علي البيب في 60 دقيقة حقيقة. على من نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله مع حقيقة أخرى وضيف آخر. ما بقى لي لنقول لكم سلام.